منزل فيفا على المنتخب الوطني التونسي في مباراة اليوم. واختيارات البرتغالي كيروش في المرمى، علي رضا بيرافانت، رامين رضايان، محمد رضا خان زيدا، روزبه جشمي، ميلاد محمدي، علي كريمي، حسين حاج، صافي وحيد اميري، مسعود شجاعي، رضا كوجان مجاد، وكريم انصاري. بالنسبه للبدلاء، امير عابد زيدا، رشيد مظاهري، سيد حسين حسيني، فوريا غفوري، سيد جلال حسيني، سعيد عزة الله، مرتضى بور، علي كنجي، حميد ابراهيمي، بجمان منتظري، مهدي تارمي، علي رضا، جاهم باش، كافيه رضائي. الحكم الرئيسي ابراهيم نور الدين، الحكم المساعد الاول احمد حسام. ترجع من دفاع ايران، يلا يا وهبي، الهجمه للمنتخب الوطني التونسي، ممتاز الخزري، وتدخل الدفاع الايراني، يقود الهجمه الاولى الخطيره في 18. امامكم وهبي الخزري، كابتن المنتخب الوطني التونسي في مباراه اليوم، يربح ضربه الركنيه الاولى منذ بدايه المباراه للنسور. وامامكم الحارس علي رضا بيرافانت، حارس فريق بيروز الايراني، ضربه الركنيه في تنفيذها الخزري، ويتدخل محمد رضا، الكره الثانيه ترجع. زي بلقطه فنيه ممتازه في فورمه كبيره، وهبي الخزري ثقه كبيره، هو يحمل امال وطموحات فريق ران للعب الاوروبا ليج بالنسبه للموسم المقبل. ايضا ابقى داخل منطقه الجزاء، حذاري، حذاري يتدخل يوهان بن علوان. ماذا يقول ابراهيم نور الدين؟ المخالفه للمنتخب الوطني التونسي كانت الكره لكريم انصاري، وتدخل كارلوس كيروش. امامكم على الصوره كره بين اثنين، تدخل يوهان بن علوان، علي ترجع من ياسين مرياح، حذاري، حذاري من الكرات العرضيه لمنتخب ايراني، وفاروق على مارتين، قلنا حذاري من منتخب ايراني، وفاروق على مارتين يتصدى لكرة اولى، يؤكد المستوى الذهبي عبد الرحمن هذا الموسم مع الشباب السعودي. فاروق بالمصفى ينقذ المنتخب الوطني التونسي من هدف كان قريب. صحيح فاروق بن مصفى حاليا منتظم على مستوى العطاء في البطوله السعوديه امام حراس كبار حاليا في البطوله، معناها في السعوديه، واحسن موسم ليه بعد انتقاله لفريق احد ابرز اللاعبين واحد النجوم في الدوري القطري الممتاز ب 25 هدف. وهبي الخزري، وهبي الخزري نجم يصوب، وهبي الخزري لا يختار العمل الجماعي، وهبي الخزري، نعيم سليتي، وحارس المنتخب الايراني في تفادي كره خطيره، وايضا بامتياز نعيم سليتي صوب وابرز محاوله من جانب المنتخب التونسي. شوفوا وهبي الخزري عمليه مع محمد امين بن عمر، توصل لنعيم سليتي باليسرى، ودائما الوضعيه دائما نتيجه 0-0 رفقي حاليا في الملعب الاولمبي بيرادس. بعد الفرصه الاولى للمنتخب الايراني تاتي الفرصه الاولى الواضحه السانحه للخطوره، مصدر القوه الرواق اليسار، والموجود نعيم سليتي وعلي معلول، وكاد يكون الهدف الاول. المنتخب الوطني التونسي كان قريب من افتتاح باب التسجيل عن طريق الفرجاني في منطقة الجزاء كما أول مباراة. عبد الرحمن نهاية الفترة الأولى منتخبنا يعود للضغط أمام كراسورة، حبها بداخل القدم، حب يركنها في مرمى علي رضا بيرافانت، ومصدر الخطورة مرة أخرى العلامة الكاملة في نعيم السليتي. عبد الرحمن صحيح في فورمة كبيرة، انتقل من الجهة اليمنى للجهة اليسرى، ونشوف فرجاني ساسي معناها اللي حزا أول إعادة، والمحاولة من نعيم سليتي للتصويبة الأرضية، وعلى مارتين حارس المنتخب الإيراني بيرافاند اللي تفادى هدف أول محقق للمنتخب التونسي. الحارس المخضرم للمنتخب الإيراني علي رضا بيرافاند، التغيير من جانب المنتخب الوطني التونسي حاليا طه ياسين الخميسي. بدري ثم وهبي الخزري، وهبي ما ثمش تسلل، يدخل داخل منطقة الجزاء، وهبي الخزري، فرصة للمنتخب الوطني التونسي، يلا يا روش، وبعيدة تصويبة فخر الدين بن يوسف، هجمة قادها بامتياز، وهبي الخزري على اليسار، توصل لفخر الدين بن يوسف. أمامكم الإعادة والعرض الرباطي، التمريرة يدور بالكرة كما جات، فخر الدين بن يوسف، كرة خارج أرضية الميدان، ضربة المرمى للمنتخب الايراني، لكن الامتياز لقائد المنتخب الوطني التونسي عبد الرحمن اللي يغير المركز بعد دخول وحسين حصافي، حذاري
وممتاز فاروق بن مصطفى، ممتاز وثم الراية، ممتاز فاروق بن مصطفى عبد الرحمن في الكرة الأخيرة قاعد يثبت وأنه جاهز أمامكم الإعادة بامتياز إحسان حاج صافي والتألق لحارس المنتخب فاروق بن مصطفى. هذه من زاوية أخرى تأكد صحيح تألق فاروق صحيح، ولاعب أولمبياكوس معناها حاج صافي يلعب في بطولة معتبرة في أوروبا، كذلك في حوار مع بانايتي نايكوس حسين الحاج صافي. وبالنسبة لفريق المنتخب الاسكتلندي والبارح المنتخب البنمي ظهر بوجه محتشم حاليا وهبي الخزري، وهبي الخزري ذي قوته وهبي الخزري والهدف الأول لصالح المنتخب التونسي بنيران صديقة، لكن بمجهود كبير من جانب متوسط الميدان الهجومي للمنتخب الوطني التونسي. وهبي الخزري ممتاز قوته في التوغلات في المساحات الضيقة، وهو اللي بروفوكا، هو اللي خلق الهدف لصالح المنتخب التونسي. وارتباك من جانب المنتخب الإيراني والكرة رجعت من الحارس وصدمت بمدافع المنتخب الإيراني والهدف الأول لصالح عناصرنا الوطنية. وهبي الخزري يمنح الأسبقية، فنيات كبيرة من وهبي الخزري. هذه الإعادة عمل سلسلة من المراوغات داخل منطقة الجزاء بامتياز وهبي الخزري، التصويب ترجع من الحارس علي رضا بيرافانت وبنيران صديقة ثقة 71 معطى جديد في المباراة، هدف الأسبقية للمنتخب الوطني التونسي ميلاد محمدي. صحيح بنيران صديقة يفتتح باب التسجيل للمنتخب الوطني التونسي، مش مهم يسجل ضد مرماه ولا وهبي يسجل، المهم الأسبقية للمنتخب الوطني التونسي ومهم جدا. يعمل كل شيء اليوم، عمل اللي حبه وهبي الخزري، تلاعب بمدافعي المنتخب الإيراني والحارس كالعادة يتفادى هدف محقق، وحوار كبير بين وهبي الخزري وحارس المنتخب الإيراني. والمجهود البدني، المجهود الفني والمجهود الممتاز والمباختة معناها من وهبي الخزري قائد المنتخب التونسي اليوم والمنتخب الوطني التونسي إلى حد الآن بدنيا على إدراكنا منذ بداية المباراة، ثقتنا على إدراكنا ثقة 90. هذه هجمة للمنتخب الوطني التونسي، فخر الدين أوه فرصة وممتاز علي رضا بيرافانت يأكد مستواه الكبير حارس مرمى المنتخب الإيراني عبد الرحمن. صحيح، والهجمة المعاكسة خطيرة لصالح المنتخب الإيراني في وضعية سانحة وتألق في المقابل من فاروق بن مصطفى، تفادي هدف تعادل محقق لصالح المنتخب الإيراني. كان هدف في مرمى الحارس بيرافان، ثم هجمة سريعة لزملاء أسمان قدوس والحارس فاروق بن مصطفى تفادى هدف التعادل الذي قوته سنة من جانب البطولة السعودية، مشى مباشرة إلى الأرجل مهاجم المنتخب الإيراني بالتحديد مهدي ترابي اللي فوت الفرصة. ومن جديد لانشينمون من جانب المنتخب الإيراني، كرة هدية إلى مهدي ترابي والتألق والرفليكس والفتنة من الحارس فاروق بن مصطفى في منافسة كبيرة. مر وفات المباراة، صفرت الحكم إبراهيم نور الدين، تعلن نهاية المباراة الودية الأولى للمنتخب الوطني التونسي بانتصار هدف دون مقابل. نذكر هدف بنيران صديقة ضد مرماه ثقة 71.